رحمة الله، النهاردة بقى هعرض معاكو شقة من شقق الإسكان الاجتماعي مساكن دهشور. هنبتدي بقى نتفرج على الشقة مع بعض كده. مدخل الشقة بسم الله. مساحة الشقة 90 متر بالظبط. ده كده الريسبشن، مساحته حلوة، يعني مثلا ممكن تحط فيه سفرة وانتريه، يتقسم لجزئين. وفي طبعا بلكونة، والشقة دي معروضة للبيع، وهسيب لكم رقم صاحبها في أول كومنت مثبت للي يحب الاستفسار. هي طبعا الشقق دي كلها شكل واحد، كلها تقسيمة واحدة وألوان واحدة. ده كده البلكونة، والشقة دي كده دور فوق الأرضي أو البلكونة يعني. وجميع المنافس بتاعة الشقة كلها على الشارع، مفيش فيها حاجة خلفي. ده كده شكل الريسبشن. وندخل بقى كده على الطرقة، على ايدينا اليمين كده اول ما ندخل المطبخ. ده كده مساحته حلوة، حوض المطبخ. واحلى حاجة بقى في المطبخ ان فيه بلكونة صغيرة، طبعا دي تخلي فيه تهوية حلوة جدا في المطبخ. بلكونة صغيرة، وممكن كمان تحطي فيها غسالة وتبقى مكان للغسيل، او زي ما انت عايزة بقى، ممكن تبقى قاعدة ومكان تهوية يعني في المطبخ. وبعد كده هنا هنا التويلت، طبعا اهو تشطيبه حلو ومساحته حلوة، وفي او الحوض والحمام. وطبعا زي ما انتم شايفين الشقة بتستلميها بكل حاجة، يعني يا دوب بتجيبي العفش على طول. دي كده بقى الغرف، هندخل على غرف النوم. ادي كده الغرفة الاولى، ودي كده الغرفة التانية. ونطلع كده بره على الريسبشن. ده كده شكل الشقة ومساحتها معقولة، وطبعا اسعارها رخيصة غير بره خالص. حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده واستعرض لكم الشكل بتاع شقق المساكن الاجتماعي. والشقة دي زي ما قلت لكم للبيع، بس التعامل مع صاحبتها انا هسيب لكم رقمها في اول كومنت للي يحب يستفسر عن السعر وعن نظامها ايه، عشان هي يعني اشتريتها من فترة وعايزة تغيرها. ده كده الشكل كله كده بتاع الغرف، الطرقة، والشقة جيدة التهوية، يعني كل الشبابيك بتاعتها مفتحة على الشارع زي ما انتوا شايفين، مش مقفولة ولا مكتومة. وبكده يبقى وصلت لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.